تواجد الآن في أرض المعارض هذا المركز الأول الذي أقرته وزارة الصحة لإعطاء لقاح كوفيد-19، بعدما أقرت وزارة الصحة السماح بمن أعمارهم من 12 إلى 18 السماح بإعطائهم لقاح فايزر بالتحديد، بدأت توافد هذه الفئة العمرية إلى أرض المعارض هنا وإلى المراكز الأخرى المنتشرة في مناطق المملكة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أستضيف معي أحد الأبطال الصغار الذين للتو تلقوا هذا اللقاح. أهلا بك، تفضل معنا. بداية لو تعرفنا باسمك. سلطان ابن محمد العمر. أهلا بك سلطان، كيف كانت تجربتك؟ أول ما سمعت أنهم بيفتحون لعمري التطعيم جلي شعور الراحة والسعادة. بعد ما أخذت التطعيم جلي شعور الاطمئنان. حاب أشكر خدم الحرمين الشريفين ولي عهده ووزير الصحة وفريق الصحي للتنظيم وشعوري بالاطمئنان. كم عمرك أنت يا سلطان؟ 13. بعد ما أخذت اللقاح هل تحس بأي أعراض الآن؟ أبدا. شكرا، شكرا جزيلا لك يا سلطان. أستضيف والده أيضا فيصل معي يتحدث أكثر عن الدوافع الرئيسية لإعطاء ابنه. تفضل معي، أهلا وسهلا بك. أولا لو تعرفنا باسمك. محمد بن عبد الله العمر. أهلا بك والد سلطان. ونعم أهلا بك أستاذ محمد. السؤال، ما هي الدوافع الرئيسية لك لإعطاء ابنك اللقاح؟ والله الدوافع الرئيسية هي دوافع صحية بحتة، ويعني باختصار يكثر الكلام والتقلبات والمعلومات المغلوطة والحيرة، ولكن ما يصح إلا الصحيح. يعني الأخوان جزاهم الله خير في وزارة الصحة كتاب مفتوح، نرى المعلومات وسجلات جميع الترند والمعلومات الإحصائية في أخذ اللقاح، كلها معلومات إيجابية لمن حصنوا. فأخذنا التجربة نحن ولله الحمد، ويعني جانا ولله الحمد ارتياح. فإذن لابد ناخذ خطوة للأطفال للسنة العمرية من 12 إلى السنة العمرية لمساعدتهم في المدارس، وصول إن شاء الله تحصينهم وحفظهم من هذه الجائحة. كفانا الله وإياكم الشر. شكرا جزيلا والد سلطان، شكرا لوعيكم، شكرا جزيلا. إذا كما سمعنا فيصل، حقيقة مثل هذه المناظر تشرح الخاطر وأيضا توحي بالوعي الذي يصل إليه المجتمع السعودي، سواء خلال السماح للأبناء بأخذ اللقاح ومساعدتهم لخطوة هذه الخطوة الرئيسية. نعم، هذا كل ما لدي هنا فيصل، عودة لك في الاستوديو. يعطيك العافية زميل عبدالرويس مراسل من الرياض.